السيرة مش مجرد حروف هتترص وتعمل كلمة وسطر وصفحات. السيرة مواقف، لحظات وأيام بتعيشها، وأحلام فيها اللي تحقق وفيها اللي هتستناه وفيها اللي ملكش نصيب فيه. انتصارات وهزايم، دموع وفرح، ابتسامة وتكشيرة، إصرار وتنازل، وجروح اتحملتها وجروح اتسببت فيها وغيرك اتحملها، محطات جريت فيها، أوقات لحقت القطر وأوقات فاتك، زاوية شفت منها وزوايا شافوك منها، السيرة انت بطلها وأوقات تانية كومبارس فيها، حياة عشتها وحياة عاشتك. السيرة انت. سنة 1936 وبجواز تقليدي تماماً وفق العادات والتقاليد الموجودة في الصعيد، اتجوز يوسف فتحية. الاتنين صعايدة من عرب الأطاولة في محافظة أسيوط، ويوسف كان نوارة البلد وكان شغال في البوليس، وعشان كده ما كانش بيستقر في مكان، لف الصعيد كله تقريباً من الفيوم للمنيا الملاوي لبني سويف. بعد الجواز بسنة بالتمام والكمال، ربنا رزقهم ببطلنا، وبعده رزقهم بسوسن، وبعدها سمية، وبعدها سيد، وبعده حسام. فتحية كانت ست بيت عظيمة، حاجة كده زي ما الكتاب بيقول، يتعمل ليها تمثال في الصبر والحنية والتفاني والتدبير. أدرب ومرتب يوسف تعيش الولاد كأنهم ملوك، عمرها ما اشتكت، ولادها دايماً ينضرب بيهم المثل، وبيتها هادي ودايماً عمران. أما يوسف فكانت مهنته طبع على شخصيته، يعني تخيلوا ضابط وصعيدي في نفس الوقت، شديد وحازم، مش عايز أقول قاسي، لكن ولاده كانوا بيترعبوا منه. وفتحية دايماً بتلعب دور حمامة السلام اللي بتحمي الولاد من أي غضب بسبب غلطاتهم، بس في نفس الوقت كان يحب يعلمهم الانضباط، يجيب المانجا من على الشجر ويحطها على الترابيزة واحدة لكل واحد، واللي يصحى الأول هياخد الكبيرة. طريقة ذكية برضو عشان يتعلموا يصحوا بدري. بطلنا بقى كان البكري حبيب أمه، كان ينزل يروح المدرسة وهو لابس الطربوش والمريالة، حاجة كده آخر شياكة. مرة راح يجيب آيس كريم وساب الشنطة فتسرقت منه، كان مرعوب من بابا، بس فتحية هدته واكتفى بابا يوسف بحرمانه من المصروف. ولما كبر والأيام جريت، دخل كلية الشرطة وفيها بدأت موهبته في التقليد، كان بيقلد الضباط ويقلد زمايله، لكنه سقط أول سنة، معلش لسه في فرصة، سقط تاني سنة، يا دي المصيبة. فتحية خافت يوسف يعمل حاجة في بطلنا، قالت له يبات عند صاحبه، وتعبت من خوفها عليه. بس يوسف على قد ما كان حازم، هنا ظهرت حنيته، خاف على مستقبل ابنه وفكر فيه، لكن ما عملوش حاجة. في كلية الزراعة في اسكندرية ابتدى حلم جديد، بقى نجم الجامعة في التمثيل. أيوة الحالة كانت على قد، وأحياناً كان الجوع بياكله، بس كانت بتمشي، أبوه بيبعت له 10 جنيه في الشهر لازم يمشي حاله بيهم. اتعرف على جورج اللي كان بيدرس في جامعة القاهرة، واتفقوا يمثلوا سوا. وفي مرة في ميدان رمسيس شافوا واحد بيركب الأتوبيس، فنزلوه قالوا له تعال انضم لنا، وبكده اكتملت الفرقة اللي حتصنع نجومية التلاتة، كل ما تبقاش منهم غير واحد بقى سلطان الارتجال في الكوميديا، المتفرد سمير غانم. يعني إزاي ضابط صعيدي
يخلف سمير غانم الحزم والجدية يخلفوا لنا العسل ده كله. الله يخليك. ما هي دي الصعيدة ضمهم خفيف جدا على فكرة. جدا. أنا على فكرة لما بلبس صعيدي بعض المسلسلات بالكربون جدي. يعني ما أنساش لما في العيد بيجي الدين عادية ساعات كنا كلنا نستنى العيد ده فالقد عاد بيهم شيكولاتة حدش ينطق الشوكولاتة دي إلا يعني شيكولاتة شيكولاتة لازم الطاقة مش هتعرف مش هعرف. أنا ما عنديش شك إن الصعيدة دمهم خفيف بس أنا بقول عشان ضابط وحزم وجدية وشديد. هنا الأمة بقى هي الوزنة المسائل كلها الست هنا يعني هي كانت شايلة العبء كله علينا العبء العاطفي الحنية وبعدين أنا الكبير فكانت يعني كان لي إيه برستيج معين معزة خاصة البيكري أيوة حتى في المانجا كنت أنقي أكبر واحدة كنت بتصحى الأول عشان تاخد المانجا الكبيرة ولا ما كنتش بتنام لا كنت بصحى الأول بس بصص من القرم الباب أشوف بقى الحاج حطت المانجا فين وأنا رشقت أول واحدة. راضي عن التمهيد ولا في حاجة عايز تعدلها؟ يجنن طبعا. أولا مركز والجمال فيه إنه جاب العيلة الأصل الأساس اللي هو الأب والأم هم دول التاريخ كله اللي بيبقى الواحد ماشي عليه الحقيقة يعني. الوالد كان صعيدي، الوالدة كانت منين؟ هتستغربي من رغم إنها بيضة وزي الفل إنما كانت في الخرطوم. يعني هي أصلا من الخرطوم عايشين هناك في الخرطوم بس أصلها؟ لا أصلها مصرية طبعا يعني من الصعيد يعني؟ شبرا لا من شبرا شبرا وانتوا صغيرين كان الوالد بيتنقل بحكم شغله بالظبط من محافظة لمحافظة اللي قعدت فيها كتير وقعدنا بني سويف حتى جبت السريطة في مسرحية قلت لهم بني سوابيا فقعدت فترة بني سويف الحقيقة. كلمني صعيدي شوي. أنا؟ لازم أن نتكلم صعيدي اليوم. هو اللي يتكلم الله يرحمه صعيدي ما حصلش كان جورج زي أن جورج من سواج كانت والدته الله يرحمها كمان صعيدية قوي في الكلام يعني كنت أحب تقول له يا جارج بالضبط كده فين البيض يا جارج كان يعزمنا يرينا بيض هو دي اللي موجود. أنا لما أتكلم صعيدي لازم تمثيل يعني يكون في حاجة أمثل دور صعيدي أتكلم صعيدي. يعني لو أقولك كلمني عن صمورة الطفل الصغنون بالصعيدي صعبة؟ تحكي لي عن طفولته كانت عاملة إزاي؟ لا وكان يعني أقول لك صغير وكان الله يعني ظريف ما كانش أجيب لك شيكولاتة بس ده سعودي مش صعيدي دخلوا ببعض أنا عشان كده بقول لك ما بعرفش أتكلم صعيدي إلا لما أكون دور مثلا. انطباعي عنك وأنت طفل إنك كنت طفل عفريت مش شقي عندي طموح بس مش عارف في يعني حاسس إن جوايا حاجة عايزة تطلع إيه هي ما أعرفش. طب كنت بتخاف من باباك لما يدخل البيت كلنا كنا نخاف منه مع إنه يعني علاقته بالأب بابنه ما عندكيش فكرة يعني لما حد فينا كان يقول أي ما ينامش إنما في شغله كان صعب قوي يعني هو كان في بني السويف ماسك مكتب اسمه مكتب شؤون العربان اللي هو إيه قبائل يتخانقوا مع بعض هو يصلح القبائل دي هو يعمل عملية الصلح وأنا طالب في الكلية طلعت معه مرة أو مرتين الحاجات دي كانت ظريفة أو كانت إيده تقيلة عليكم وانتوا صغيرين؟ عمر ما إيده تمدت على حد فينا إلا يعني لا يكون مثلا حاجة غلطة يعني غلطة إيه كان له طريقة كده يمسك مثلا الإيد من هنا واحدة صغيرة ويقرص عليها قرصة إيه ما يبانش يعني هو ما يبانش عليه إنه بيقرص إنما أنا بقى قرص على إيدك كتير؟ كنت بخاف من على الحركة دي أوي قرص عليها كتير؟ مرات كده يعني مرات وساعات كان يذكر لنا على قده يعني إنما العاطفة كلها والحنية كلها الحجة الله يرحمها الله يرحمها يا رب. علاقتك كانت بوالدك كلها تمام يا فندم ولا تمردت عليه؟
في وقت المراهقة، خلينا نتكلم، وانت مراهق اكيد كنت ابتديت تحس بنفسك وبشخصيتك. لا 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 لا، ما فيش تمام يا فندم، دي اطلاقا. يعني البيت كانت العائلة عائلة بسيطة زي اي عيلة، يعني حتى ساعات كنت بنسى ان انا صعيدي. انا اقصد بتمام يا فندم مش حرفيا، يعني كنت كل حاجة يقولها كلامه منزل ولا ممكن ترفض؟ لا 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 لا، ما كنتش اناقشه ابدا، يعني هو على طول صح. ممكن يقول حاجة مش أنا مش عجباني، إنما لازم أقوله صح وأدخل الأوضة أقول مش عجباني. بيني وبين نفسي. بيني وبين نفسي. من شبه أباه فما ظلم. فيك حاجة من أبوك؟ الشبه. وعشان كنت دايماً وهو في شغله، وكان بيذاكر لي ساعات وهو في شغله، كنت أروح أقعد هناك، مش في مكتبه، في جنينة كده في الاسم، أبقى قاعد شايف كل حاجة وبتاع، فحاسس بيه. وأنا بيني وبينه كنت بروح مستني شجرة المانجا تستوي، المانجا تقع. كانت قدام الشجرة في نفس اسم البوليس. عايز أيام المانجا ترجع. في مانجا على فكرة دلوقتي. في مانجا؟ ده دلال من 4 أيام كده جت لنا مانجا، بقى اللي هي قد كده، المانجا دي بتاع العصير دي. فجت قالت لي اعمل لك طبق وتلو. لا لا لا، مش ناقص. وبعدين المانجا كتير بتتعب يعني، لما انا بعشقها. راحت فقعاني طبق قد كده. بتحبك. بعدها سميتها الحاجه مانجا. وخدت من والدتك ايه؟ والدتي خدت منها الحنيه قوي، الطيبه قوي. يعني هي كانت كل حاجه، اي مشكله قولوا لسمير، استنوا ما يجي سمير. كانت احسن واحده، مش احسن واحده يعني، كبيره العيله عن مع اخواتها، فكانوا كلهم بيقصدوها هي في اي حاجه، اي مشكله، اي صلح، اي حاجه. هي كانت جميله وتحل المشكله بدون ما حد يحس. كانت بتعمل مش كفته، لا، سكالوب بانيه، مش اللي بيتعمل دلوقتي ده. اللي تحس انه مضروب. يفضل الراجل يضرب في البتاع، بقت تبقى ورقه بفره ويا دوبك يحطها. لا، اللي هو المفتك اللذيذ في رمق كده. انا حاسه انك جعان. مانجا ومفتك. لا، حاجه تفتح النفس في الاكل بس. انما لا، كان زمان الواحد اكيل، دلوقتي صعب. فكنت لما بيجوا يدوف بنعمل لهم عزومه. احنا ما نجيش معاهم، احنا قاعدين في الاوضه انا واخواتي. بتشموا بس. بنشم. استنى يقوموا يمشوا، اروح هاجم على البفتيك اشقط لي 2 3 كده. يا سلام. وانت الكبير فكل حاجه نصيبك لازم يبقى. وبديهم بدي لاخواتي واختي سوسن ودول عشان ما يزعلوش يعني. ايه الدعوه اللي كانت بتخصك بيها؟ اكتر حاجه دعوه لما ابتديت اشتغل انا في الوسط، وده كوننا الثلاثي وبتاع. بعدين لقيت مره قاعد كده متضايق، وكانت هي عيانه، بتقول لي مالك يا بتاع؟ نفسي اشتغل كده، ابقى زي كان نور الشريف طالع ما شاء الله قنبله يعني، ابقى زي نور الشريف. قالت لي انا داعيه لك وهتشوف يا روحي. والله العظيم تاني يوم لقيت اوردر فيلمين ورا بعض. وانا بالذات انا فاكره هو في الصيف لازم نحب، انا فاكر هذا الفيلم. ده كان بعد دعوه امي الله يرحمها. هي توفت امتى؟ من زمان، من فتره، لان هي توفت صغيره، ما توفتش حاجه ب50 كده. توفت سنه كام تفتكر؟ لا، السنه ما اعرفش الحقيقه، ما بحاولش عشان ما ايه. في ذكريات ببعدها عن نفسي عشان ما افتكرش اليوم المأساة ده، لأنه كان يوم مأساة يعني الحقيقة. فخلاص يعني توفت، ربنا رحمها. المهم إنك كنت معاها طبعاً وشفتها. إخواتك سوسن والمرحوم سيد وحسام، وإنت الكبير. أنتوا 6 صح؟ ولا أنتوا بس 4؟ أنا ما عديتش. طب أنا هعد، في حد نسيته ولا هم دول؟ لا، هو السيد اللي توفى الله يرحمه. يبقى انا سوسن، سميه، حسام. فرق العمر ما بينكم وبين اخواتك كان كبير؟ لا، بيني وبين اختي سوسن سنه، يعني قريبين من بعض قوي. هي موجوده طبعا، ربنا يديها الصحه، وبناتها متجوزين ومخلفين،
وجوزها كان لواء شرطة يعني نفس السكة زي الوالد. الوالد كان لواء وطيبة وجدع يعني. سوسن دي بتفكرني بأمي الله يرحمها. وأخوك لواء صح؟ الصغير كان شرطة وطلع معاش. لا ده سابها بمزاجه بقى عشان راح أمريكا ما عرفش إيه بتاع. قال لي أنا أعمل لي الاستقالة يا ابني. إيه أعمل لي الاستقالة؟ عملت له الاستقالة. سوسن بما أنها كانت البنت الوحيدة أو الأخت الوحيدة طلعت عنها تعالي شيلي حطي اغسلي أنا جعان. سوسن ال 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 هي زي ماما الله يرحمها يعني برضو كانت تشوفنا عايزين إيه نعمل إيه. طلعتوا عينها الحمد لله. كانت تطبخ كويس أوي أوي أوي. بس أنا لغاية دلوقتي ما شفتش طبيخ زي طبيخ أمي الله يرحمها. الله يرحمها. أنا نفسي أكل كنافة أنا بقول لك أنت جعان اللي كانت بتعملها أمي. والله العظيم دخت وشفت المحلات اللي ما في حد عمل كنافة زيها لحد ما شقطت أنا الفكرة وعملتها أنا بقى. وظبطت معايا. يا سلام. وكلوها مسحوها. المهم أكلت منها أنا طبعا. طب الحمد طبعاً. لله. كلمني عن مراهقتك، ابتدت في سن كام وخلصت في سن كام؟ يا وفاء هانم حضرتك بتكلميني في السن فالناس كلها عارفة سننا كام. بس أنا سؤالي مراهقتك، ابتديت شاب مراهق، كان عندك كام سنة؟ يا بقى من أول 15 و17 و16 دندرة وفي بني سويف بقى شقاوة إيه في العمارة كانت في فوقينا جريجي واحد جريجي راجل ظريف له بنت قمر دي كانت بقى ايه يعني بحلم انها الجو بتاعي. حب افلاطوني بينك وبين نفسك. افلاطوني يعني هي ولا معبره امي ولا انما انا يعني كانوا فاتحين مطعم تفرنا كنت انزل اتمشى لحد المطعم بتاعهم ما اقدرش ادخل معيش فلوس اكل كان مصروفنا يا دوبك على قدنا وما كناش بنهتم بالمصروف لأن كانت كل حاجة موجودة الحمد لله. والدة كانت ستة عظيمة والوالد نفسه فإنما أنا كنت ده المراهقة بقى كانت نسيت اسمها. طب قول لي غيرها يعني في مراهقتك حبيت كتير؟ لا لا هي بس دي عشان في الجيران عشان أنا أجرؤ أن أنا أحب مين ما فيش وبعدين المدرسة كلهم ولاد ما فيش ولاد وبنات ما لو كان في ولاد وبنات كنت حبيت ربنا سهلها من الأول. أنا لمعلوماتك خجول جدا خجول وعمري ما أعاكس واحدة بجد؟ نهائي رغم أنك عاكستيني كتير. إيه؟ عاكستيني كتير. إيه؟ معلش لا ده موضوع تاني. كنت كبرت بقى. وانت صغير أوكي. الوحيدة مش عاكستها يعني لقيت نفسي واقف وعايز أكلمها الله يرحمها مديحة كامل لما شفتها في اسكندرية في اسكندرية لقيت حاجة زي القمر ماسكة الكتب كده وماشية وقفت على طول قلت أنا آسفة بس أنت قمر ربنا يخليك دي الوحيدة يعني في ناس كده حضرتك ما تقدريش تقاومي من لأن برضو ممكن تاخدي رد مش حلو كنت حساس يعني ما تستحملش الحمد لله ربنا سترها لغاية دلوقتي اكتشفت مديحة كامل؟ أنا يعني خدتها من يعني جت مسيت معايا في الجامعه سكتش كده قلبت الصاله يعني قلبت الطلبه حصل فيها لحد ما التلفزيون ابتدى وجينا مصر بقى قابلت الاستاذ محمد سالم وجبتها عرفته عليه ايام اسكندريه وايام البنات الحلوه اللي زي مديحه كامل ما كانش فيه موبايلات كنت اكيد ماشي باجنده بتكتب نمر التليفونات فيها لا في كراسه في البيت كان نمر البنات اكتر من نمر الولاد طبعا الولاد عامل بيهم ايه يا ماما قرفني طول نمر البنات من ورقه من عندها يعني اعتقد يمكن واحد كان فيه جاذبيه ولا حاجه اكيد فكنت ايه تديني النمر على طول ومن غير لا بالشويه اللي فاضلين
والله كان في شويه فاضلين لزاز قوي يعني اخد بالي برضه دي بتعمل جاذبيه طبعا السناره بتشد على طول موضوع اسكندريه هنتكلم فيه بعدين طب قول لي بس مين البنت مش لازم اعرف اسمها يعني اللي انت كنت حافظ نمرتها مش محتاج تكتبه في الاجنده دي احكي لي الموقف ازاي اتعرفت عليها وازاي خلصت علاقتك بيها كان ايام الكليه انا زراعه هي كانت اظن حقوق كلية حقوق لأن الزراعة والحقوق مبنى واحد كده وبعدين بالمناسبة كنا كلنا نروح الحقوق عشان نشوف زبيدة ثروت وهي قاعدة عبارة عن طاجن قشطة قاعد في وسط الطلبة كده حاجة لأن في عارفة ساعات بيبقى حاجات السلك ضارب يبقى كله ضارب تلاقي حاجة طالعة منورة كده الله فكانت كلنا نروح نقعد نتكلم معاها نشوفها نتصور معاها كانت لسه طالعة بس مكسرة الدنيا فأنا كان في الحقوق على قدنا مزايا كده ظريفة أصدقاء بس يا دوبك نطلع رحلات الجامعة بالعافية أجيب لها إزاز كوكولا يا دوبك هي تجيب لي سندويتش يعني أي حاجة أجيبها لها ما كنتش أقول لها لا أبدا واخد بالك أصحاب بقى بس هي دي الجيرل فريند يعني وبتاعت مصر كتير بقى في مصر ما كنتش عاتق لا اصل هقول ولا هم اللي ما كانوش عاتقين ممكن هقول لحضرتك حاجه يعني انا في رايي ان الـ 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 الانثى او الست دي هي البهجه في حياه الرجاله كلهم يعني بتعمل حاجه في حياه الراجل حتى الجمال نفسه الجمال نفسه بيعمل حاجه للراجل كده يفرح تشرح النفس عشان كده تلاقي دلوقتي كل في التليفونات الواتساب والسوشيال ميديا وبتاع كلها حريم كلها حريم واجسام معينه وحركات معينه والنكت وبتاع انما ما كانش فيه زمان ده ما كانش فيه سوشيال ميديا ما كانش فيه بتتابع السوشيال ميديا؟ مش انا بقى اصحابي اللي بيتابعوا يبعتوا لي بيتابعوا الحريم ويبعتوا لك الحريم قريت كتب سير ذاتيه قراية لا إنما بس يعني متتبع إذا كانت جت في التلفزيون أو حد بيحكي أو حد صديق بيحكي يعني مثلا تسمع الحاجات دي من الأستاذ مفيد فوزي ما شاء الله يعني يحكوا لك بس ما تقرأ اللي أفظع سمير صبري سمير صبري تاريخ الفنانين والفنانات حتى ميلادهم تلاقيه عندي سمير صبري ما شاء الله عليه يعني مخ ذاكرة ويليام شكسبير قال علمتني الحياة أن أبكي في زاوية لا يراني فيها أحد يخرب عقله يخرب عقلك يا ويليام طب ما قاليش لك دي ليه ما أنا هقول لك كان بيعيط في زاوية ما حدش يشوفه فيها أنا كده أنت كده بالظبط ثم أمسح دمعتي وأخرج للناس مبتسما لا أنا بجيب حد تاني يمسح وبتخرج مبتسم مبتسم تنطبق عليك المفولة بالظبط بالظبط يعني كتير قوي تلاقيني لوحدي دمعتك قريبة بفظاعة يعني بشكل لدرجة أنا بتكسب من نفسي بتعيط كتير يعني ممكن أقرأ خبر ألاقي عيني دمعت أو أشوف موقف حتى وأنا في فيلم في مسلسل وبتاع ألاقي جسمي أشعر والدمعة بتنزل حتى فيلم أو مسلسل؟ في قاعدة بتقول إن الظرفاء سيارهم بتخلو من الظرف يعني أي حد ظريف قصة حياته بتبقى ما فيهاش ظرف القاعدة دي أنت منهم؟ أعتقد يعني فيها حاجات تراجيدي كتير قوي كتير قوي يعني أنا من الصدمات اللي خدتها في حياتي أول صدمة كانت وفاة الأم الله يرحمها شقلبت الدنيا كلها وبعدين وفاة أخويا مأساة كان الله يرحمه كان هو اللي ماسك أعمالك وقتها هو اللي خلاني سبت الفرقة لما توفى هو وكان كل حاجة حسيت إنك تايه من بعده بالظبط بالظبط يعني أي مثلا كان هو ماسك حساباتي والضرايب والحاجات دي يعني كانت أي حاجة يجيني من الضرايب يقول لي سيبها عليك أنا كان محاسب أروح ألاقيه ما شاء الله خلص كل حاجة وبتاع كبير العيلة بيشيل الهم وانت كبير العيلة انت مبسوط هو الحمد لله انا طبعا مش شايل الهم لوحدي بيني وبينك ليا اخويا اللي هو اصغر واحد فينا اللي هو كان في الشرطة وسابها
وراح امريكا واتجوز وخلف ورجع تاني اتجوز تاني هنا ماشي كويس حسام يعني. حسام ده جميل بقى انسان جميل جدا بيشيل عني حاجات كتير قوي لانه ما شاء الله حيويه روحي حسام خلص غيري روح لاختي دي ولاختي دي واذا كانت دي عايزه حاجه وده عايز حاجه تعالى يا حسام روح يا حسام حقيقه يعني هايل خلص التمهيد احنا خلصنا التمهيد والله ما حد حس بحاجه يعني نروح ولا لا لسه شوي ومين عايز يمشي انا كنت احبها لانها غنوه حب كلها جوغافيا تو شيرشي اي جي باسي كومبوزي مع الترجمه بقى ما عنديش فكره طب حاجه بالعربي بالعربي وفي حاجه بالعربي بمناسبه البرنامج بتاعك الجميل ده السيره تبقى اليومين تيجي في ودني كل يوم قاعدين في بيتنا يطلعوا يجيبوا في سيرتنا كل يوم الله كل يوم عسل احكي لي اول ما ابتديت تكتشف موهبتك وانت في كليه الشرطه اكتشفتها ازاي كنا بنتحبس واخد بالك انا وكان زميل ليا مسيهم بالخير دلوقتي لواءات معاش كلهم تقريبا ببعت لهم تحيه كلهم واحنا قاعدين نتحبس خلاص هنعمل ايه قاعدين كلنا اللي يقول نكتة اللي يقول بتاع فأنا كانت تيجي في بالي الضابط فلان الضابط السري بيعمل إيه إزاي أروح مقلده ومن ضمن اللي كنت بقلدهم صلاح ذو الفقار كان هو ضابط عليه كان هو الضابط بتاعي بتاع السري كان له ستايل في المشية وهو ما شاء الله كان زي القمر وتلاقي الكاب متلمعة واللمعة بتاع النجوم كان نقي يزباشي يعني فظيع يعني حاجة موضوع تاني كان يا فندي يا بلت ده كان بيخصك بيها ولا بيخص الجميع؟ لا لأي واحد يعني يعمل غلطة أو بتاع وفي الطابور كان هو ماسك فريق الملاكمة وخدت مقلب أنا فيها دي جامد قوي إيه اللي حصل؟ هو عمل فريق الملاكمة فأنا كان جسمي رياضي قوي الحمد لله كنت حكاية كنت سباحة وجري فهو نقاني من وسط الطلبة كده الشاب تعالى وبيمرنونا ملاكمة بقى بام 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 أنا فاهم إن الملاكمة هي هم دول بس بس كنا بنلعب عين شمس كان يوم منيل ما شفتش الشمس بعديها اللي قدامي أسود كده ولد أسود ما شاء الله رقبته كده قد كده ومش باينة لأنها لازقة في كتفه بس هي واحدة بس لقيت نفسي في المستشفى في مستشفى الكلية يعني وتوبت بعدها قلت له سعادة البيه يعني قال لي ايه ده؟ قلت له يعني انا اعمل ايه؟ انا عملت كل اللي عليا اتضربت انا ناقص اعمل له عمل يعني اتضربت اكتر من كده ما اقدرش اعمل بعدها دخلت السباحه بقيت جميل قوي في السباحه جاي وانا بعوم كده ماسك الكوره الوتر بولو وبرفعها عشان اجيب جون ابن زينة واحد منه لله طلع من الميه كده وصد ايدي دي راحت الدراع ده اتنقل لورا كده من ساعتها اللي هو ما نقول لغايه دلوقتي بحسس عليه يعني لا علي ده لا احنا ضحايا حرب الكليه ضحايا حرب كليه الشرطه حرب الشرطه الولد عارف بسرك امتى؟ عارف انك بتحب التمثيل امتى؟ لا هو بعد الكليه بقى يعني بعد كليه الشرطه عارف من الزراعه من واحنا بالزراعه كنا لسه بدينا نعمل اخوان غانم احنا التلاتة والاجازة اجازة الكلية نقعد هناك في اسكندرية في كازينوهات اللي على البحر اللذيذة دي نروح نعمل نمرة كده بالليل وزع الايراد كلام فارغ طبعا بس ايه مزاج كده فهو كان سمع بقى بدي وبتاع وزعل يعني ايه اللي تعمله ده وبتاع فيما بعد بقى لما الحمد لله ربنا كرمنا وبقى الناس والواحد اشتهر في سمير غانم
بقى هو بقى اللي يرد على المعجبين يعني. بقى فخور بيك. ما انا كنت باخده معايا في كل حته، اسافر اخده معايا، اسافر اخده معايا، لدرجه مثلا مسرحيه رايحه الكويت ابص الاقي يجيبوا لي تذكره الوالدين. يا روحي. اهم مني. طبعا بعد وفاه الوالده. بعد الوالده. حموت واعرف حاجه، ازاي قدمت كليه الشرطه واتقبلت وانت لابس نظاره؟ لا قبل النظاره بكتير. دي النظاره قديمه. لا لا لا، مش في كليه الشرطه كنت من غير نظاره. يعني بعد كده لما كنت بتلبس نظاره كانت للكاركتر يعني زمان؟ لا كان عندي النظر ضعف شويه، عشان كده انا كنت هدخل طيران. وقدمت نجحت في كله ما عدا النظر. فالشرطه خدوك. ما انا كان نفسي اروح يعني ادخل بحريه، يعني بحب الكليات العسكريه دي. البحريه بحس انها نوع من الشياكه. الكاب الابيض والبدله البيضاء والجزمه البيضاء، قمه الشياكه في العالم، والطيران لبس الطيران. يعني واضح انك انت كنت بتحب الحاجه من لبسها، ففي الاخر قلت الشرطه لبسهم حلو يبقى خلوني مع الشرطه. يا ريت كنت عملت اللبس وقعدت في البيت. الوالد هو اللي اجبرك على كليه الشرطه ولا كانت رغبتك؟ ابدا، انا خلصنا الثانويه العامه دي واخد بال حضرتك، لقيت مفيش تاني يوم والوالد واخدني من ايدي ونزل بيا مصر على طول. وكان ابويا ظابط، بدخل اقدم على طول. كان في اولويه شويه لاولاد الضباط طبيعي، واخد بال حضرتك. بس فالنجاح الكشف الطبي وكان الحرام، كان الواحد زي القرد وقتها، فدخلنا الكليه. بس قبل ما انسى، بالمناسبه لفت نظرك في التمثيل انك هتبقى كويس او هتستغربي. مين؟ الضيف. الضيف احمد. الضيف. لان انا كنت بصيت كده جورج الله يرحمه كلبوز، الضيف وشه لوحده يضحك لما تشوفيه يضحك. فلاني واقف متضايق، كنا في الاردن وقتها بنعمل الحفله، قال لي، قلت له يا ضيف انا مش عارف يعني مش عارف اعمل ايه. قال لي ازاي؟ قلت له يعني انت ما شاء الله كده، وجورج اول ما يطلع يهز هزتين كده الناس تسقف له، وانت تقول انا ما في لا شكل يضحك وقتها. والله. قال لي انت هتشوف. قلت له هشوف ايه؟ قال لي هتشوفها السنانه بس، انا شايلها له لغايه دلوقتي. الله يرحمه. الله يرحمه. طب من حسن حظ جمهور سمير غانم انك ما بقتش ضابط شرطه، ولا من سوء حظ المجرمين؟ ده من حظ المجرمين، لان كنت طيب، كنت هقول له انت مجرم ما تعملش كده تاني. لان طلعت حوادث، طلعت حوادث مع الوالد وبتاع، ويطارد واحد وبلاوي. يعني اكيد ما عندكش القدره على تقديم الاكشن في الواقع، يعني ضابط الشرطه ده بيعمل اكشن، يعني انت ما قدمتهاش حتى في الافلام. فيلم واحد بس اللي عملت فيه ضابط شرطه، اخرج اسماعيل ياسين الله يرحمه. الله يرحمه. وفرحان انا ماسك المسدس في ايدي، عامل جيمس بوند وبتاع، فحطيت المسدس كده، حطه في الصوت. حطه هنا في البنطلون وراح، مش في الجراب. وكان يوم من ايام جاي اطلع البتاع ده وراح ضارب بقى، جري على المستشفى، لحقوا رجليا. والله كنت بتعملها تاني. السلامة. تخيلي ده لو كان رصاص حقيقي بقى كنا ضيعنا. قلت مش لا ظابط شرطة تاني. احكي لي أول مرة رجعت للبيت وأنت مرفوض من كلية الشرطة، وأول ما شافك باباك حصل إيه؟ أنا لما عرفت إن أنا سقطت جاتني حالة نفسية وحشة جدا، ما رجعتش البيت، فضلت أمشي كده في البلد. يعني إحنا كنا ساكنين البيت القديم اللي هو في الدقي، فمشيت على كوبري الجلاء كده، ما رحتش البيت، فضلت ماشي على الكورنيش، ماشي كده مش عارف رايح فين. فالوالدة الله يرحمها قعدت تزعق وتصرخ، نزل بقى يدور عليا. خافت عليك؟ خافت عليا ان انا اكون عملت في نفسي حاجه. نزل والد بقى يدور عليا ويلف وبتاع، وفين لما رجعت متاخر ما حدش فيهم قال لي كلمه وحشه. يا روحي. بل بالعكس يواسوني. انا مش اهبل عشان اعمل في نفسي حاجه، انا كنت بس بهوش شوي. بس عدت الحمد لله. الحمد لله. حولت من كليه الشرطه لكليه الزراعه، المجموع حكم ولا المزاج لا حكم؟ لا 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 لا، انا هقول لك على سر بقى ما حدش لسه يعرفه. انا حولت
لأن كانت آخر سنة للتوجيهية. أنا كنت أداب، عملت معادلة عشان أخذ الثانوية، أخذ توجيهية علمي عشان أخش أي كلية عملي، ودرست وبتاع ودخلت وامتحنت ونجحت. عشان خاطر أنا غرض إيه؟ أخش برضو كلية عسكرية بس علمي، ما نفعش. فلقيت المجموع بتاعي راح موديني زراعة اسكندرية، وكانت كلية الزراعة دي بالذات من الكليات اللي فيها جميع ألوان الفن. أنت لو تلاحظ معظم النجوم من كلية الزراعة، إن الكوميديانات بالذات. طب إزاي؟ غريبة، ليه كان فيها كل الطاقات دي؟ ما أعرفش يعني. وعادل إمام زراعة، صلاح السعداني، محمد فاضل زراعة، محمود عبد العزيز الله يرحمه زراعة. يعني أنا كنت حتى في الزراعة أعيد السنة عشان أقعد شوية تاني، أعيد السنة. درجة الدكتور كان لذيذ، يقولي تعال بس احضر الامتحان هنجحك والله. أقول يا دكتور لو فاضي حاجي. جو تاني خالص. كانت فترة تعليم ولا صياعة؟ من ده على ده. يعني أول سنة كانت تيست. كل الزراعة كانت في الشاطبي. أنا بركب الطرماي. بعد الزراعة كلية الأداب. يا جمال كلية الأداب، المقررات هناك حلوة، البوفيه بتاع كلية الأداب. شوفي جمالات وأمارات وشباب فنانين. يعني دي كانت الكافتيريا بتاع اسكندرية كلها. فكنت عايش هناك على طول. الكرسي بتاعي محجوز. في منهم دلوقتي صحفيات كبار وفنانين كبار وأساتذة أداب كتيرة حقيقي يعني. بس كانت أيام جميلة جدا. عشتي يومين جوع في اسكندرية. احكي لي موقف كده من المواقف اللي ما كنتش قادر فيها تسد جوعك. لأن الوالد مبلغ اللي كان بيجي طبعاً 10 جنيه، 10 جنيه، 3 جنيه إيجار، 3 جنيه إيجار، والباقي يا دوبك ما بيكملش أسبوع أو أسبوعين. مش كده لما كنا بنشتغل فما مصدق أي حاجة تيجي من الشغل. يعني كنا بناخد في الحفلة 3 جنيه، مرة افطرينا خدنا 9. المهم فكان الفلوس بتيجي من الشغل، حفلات الجامعة، فرح، حاجات كده بس. فدي يعني بقت تصحصح. أنا كنا بنقول إيه يعني؟ تحكي لي موقف كنت جعان فيه. كنت فعلاً جعان وعندي امتحانات ومش عارف، معيش مليم أجيب ساندويتش أجيب حاجة. فأنا ما انساش، ربنا يدي الصحة بقى لو هو عايش، كان ضابط من الضباط اللي عليا في الكلية اسمه عبد الغفار خاطر، ربنا يمسيه بالخير، هو موجود يعني. فلقاني ماشي في سبورتنج زيها بسمرة وبتاع، سعادة الباشا زي سعادتك وبتاع. قال لي ايه مالك يقولوا لك ايه؟ قلت له جعان. وقبلها اصلي كنت مع واحد صاحبي بيتكلم ابن لذينه، وادي من الناس قوي، وبيحكي لي عارف انا اكلت ايه النهارده؟ بيحكي لي انا وانا هموت من الجوع وانا جعان. بيحنسك يعني؟ جاني من السماء عبد الغفار، قال لي يا نهار اسود. قلت له معلش يعني. قال لي طب خد. قلت له لا انا بس أجي. قال طب معلش لما تجي لك فلوس بديني. فاداني جزء من مرتبه. بوم، رحت دخل على طول مطعم ما نسويش اسمه الحاتي السوري في سبورتنج، ما اعرفش دلوقتي بقى سوري ولا غير. دخلت بقى طبق الخضار والبتاع ده جامد. ده كان مواقف اللي ما انساهاش يعني. بالحبر السري هتكتب اسم شخص مش هيبان في سيرتك، بس موقفه اللي مش لطيف معاك هو اللي احنا هنعرفه، هتحكيه لنا دلوقتي. شخص موقفه مش ظريف يعني، مش هنقول اسمه. بس هتحكي لي موقف ضايقك. الموقف كان فيلم واشتغلت فيه أنا بحب يعني، والمجموعة اللي فيه لذيذة، وخدنا أول قسط. لقيت راجل جايب لي أول قسط كده وأنا في الاستوديو، قلت إيه الشياكة دي؟ وكان ما فيش هو بس القسط ده. إيه الشياكة دي؟ اتحسد الراجل وخلع من الموقف، وعملت قضية وكسبتها. خلع من الموقف ده بطريقة أنيل يعني، إنه قبضش من ما أعرفش إيه، ما خدش. طب أنا مالي يعني؟ بس وقت الفيلم يعني
وسبت شغل عشانه ولغايه دلوقتي زعلان منه يعني، بس ربنا يعوضها يعني. مش خدت فلوسك بالمحكمه؟ ما خدتهاش. عشان رفعت قضيه ما كسبتهاش؟ انا كسبتها، بس هو عنده محامين تانيين انيل عملوا حاجات. اصلا ماليش في القضايا دي، دي شغلانه اللي بتقعد بالسنين. اخصى عليه راجل ناقص. هو ناقص لانه قصير كده يعني دي واحده من الحاجات اللي عارفه، كان يعني دفع جزء من اللي يعني الفضل كتير، وانا خدت جزء واحد بس. اتكتبت لك حسنات؟ الحمد لله. احنا في ارض حسنه. جوازتك الاولانيه؟ انهي جوازه بالظبط؟ ما طلقتهاش الصبح. I enjoyed it very much. خبره. اتظلمت؟ موتت نفسي عشان ده يتعمل للاسف. مين كان بينافسك؟ رحنا لوزير الداخلية احنا التلاتة. اللي كانت عينيه زايغة. مش هينفع نقول في البرنامج. بتضحك أكتر مع عادل إمام ولا محمد صبحي؟ أنت عايز تعرف حاجات كتير قوي. أنت جاي على طمع بصراحة. لحظة القشطة. سهران عند ناس صبح تلاقي نفسي متجوز. تهدي سيرتك لمين؟ أمونة إيه أزمن؟ أمونة ما ترد علي على جيفك.